أن سوريا لها موقع جغرافي متألق، وأيضا لها بعد أبعاد كثيرة، وهي مفاتيح للحلول في المنطقة بأكملها، وتلعب دورا أساسيا في مجمل العملية الاقتصادية والسياسية في الإقليم. هذا بداية. العلاقات السورية الروسية هي ثمرة شجرة الآن عمرها أكثر من 66 عاما. نعم. هذه الشجرة اليوم لديها الكثير من الباحثين، لديها الكثير من خريجين الجامعات الروسية. هناك بعد تاريخي بين سوريا وتركيا. إعادة ألق هذه العلاقات اليوم هو تفعيل حقيقي للجذور التاريخية لهذه العلاقة واستمرارية ورؤية عامة للبلدين. حتى لا يأخذنا التاريخ كثيرا، طبعا نحن نعرف يعني تاريخ العلاقة بين روسيا وسوريا، بين الاتحاد السوفيتي سابقا وسوريا، لكن يعني حتى نكون عمليا أكثر، برأيك الآن ما الذي يمكن أن تكون قد قدمته زيارة الرئيس الروسي لسوريا من حيث الكلام عن محورية الدور؟ طالما اتفقنا على محورية دور سوريا في هذه المرحلة، هل نتحدث عن انطلاقة جديدة مختلفة، عن دور فعال أكثر خصوصا على مستوى قضايا المنطقة؟ بالتأكيد نجد أن روسيا اليوم غيرها في السنين الماضية. يعني روسيا اليوم تريد إيجاد دور فاعل ومثمر في المنطقة، وهي تنطلق نحو بنية أساسية لعلاقاتها القديمة وتمتين هذه العلاقات في إطار مرحلة مستقبلية. نجد أن تفعيل الاتفاقات الاقتصادية هي محور الزيارات التي تمت لسوريا وتمت لتركيا. نجد أن هناك تفاعلية اقتصادية كبيرة، كثير من الاتفاقيات الاقتصادية العلمية الثقافية، تبادلية في السياحة، في البترول، ولا نريد أن نفصل كثيرا في هذه في هذه الزيارة التي حملت الكثير من المعطيات، أخيرا في اتفاقية مع تركيا لبناء مفاعل. طيب على كل حال يعني ضيفنا من اسطنبول، ضيفنا من اسطنبول سيحدثنا عن الجانب التركي، لكن يعني ما أردت ربما منك أن نتحدث أكثر عن ما يرتبط بسوريا ودور سوريا في هذه المرحلة من خلال هذه الزيارة التاريخية والتي أجمع كثيرون على وصفها بالتاريخية والاستراتيجية. أتحول الآن إلى اسطنبول، إلى الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اسطنبول. مساء الخير دكتور صالحة أولا. مساء النور. أهلا وسهلا بك. هل نتحدث عن زيارة الرئيس الروسي لتركيا تماما كالحديث عن زيارته لسوريا؟ نعم، أظن أن التحرك الروسي الأخير هذا لا يعني فقط العلاقات بين أنقرة وموسكو، هي استراتيجية جديدة وضعتها روسيا كما تعرفون بعد عام 1990. يعني عام 1990 هو خط فاصل في العلاقات بين روسيا وسوريا وبين تركيا وروسيا أيضا. نعم. نفس الأسلوب، نفس النهج، نفس التعامل. هناك محاولة روسية ليس سوفيتية بالعودة إلى الشرق الأوسط، إلى العالم الإسلامي، إلى سوريا وتركيا تحديدا، وهناك استعداد سوري وتركي لقبول هذه العودة للانفتاح عليها وللتعاون معها. لكن النقطة التي تحتاج إلى توضيح أظن وأننا سنناقشها في الأيام القليلة، هل هذه العودة الروسية الآن ستشمل انفتاح على إسرائيل، على الاتحاد الأوروبي، على الولايات المتحدة ضمن المعطيات الاستراتيجية؟ يعني أقصد مثلا المناقش الآن هو كما تعرفون وساطة روسية بين سوريا وإسرائيل. هل هذا يعني هذه الحملة الروسية سيشملها أيضا انفتاح باتجاه إسرائيل أولا، باتجاه الاتحاد الأوروبي ثانيا؟ هل سترضى أمريكا بهذه السياسة الروسية؟ طيب. هل هي جزء دكتور صالحة، هل هناك انفتاح متكامل؟ نعم. ما تحدثون طبعا عناوين مهمة ويفترض أن نتوقف عندها، لكن لو توقفنا عن تركيا بالدور الذي تلعبه الآن، هي سعت في الفترة الأخيرة لإحداث نوع من التوازن في سياستها الخارجية، سياسة يعني ذات التوجه الغربي إذا صح القول، وعززت علاقاتها في السنوات الأخيرة مع روسيا. هل هي الآن تحصد نتائج هذه السياسة في هذا المعنى؟ طبعا الانفتاح التركي على الشرق، على العالم العربي وعلى العالم الإسلامي له علاقة مباشرة بالسياسة، بالعلاقات التركية الأوروبية. الاتحاد الأوروبي كما تعرفون منقسم في موضوع العضوية التركية، وتركيا لم تعد تريد أن تنتظر كثيرا. يعني الموقف الفرنسي الأخير، الموقف الألماني الأخير مقلق جدا. نعم. الآن أظن
يعني ضمن هذه المعطيات الجديدة تركيا تسرع علاقاتها مع روسيا أكثر تعاملا وانفتاحا مع العالم الإسلامي أيضا، مع إيران تحديدا، مع سوريا كذلك. أظن أن هذه الأوراق الاستراتيجية الهامة ستكون محور نقاش مهم في المستقبل. على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع ما يجري بجدية كاملة إذا كان ما يريد فعلا أن يرى تركيا عضوا أوروبيا، وإلا فإن تركيا ستستمر بخياراتها ومعطياتها الجديدة وتواصل على خط النهاية. توضحت الفكرة دكتور صالح، أعود إليك دكتور رحباني. يعني إذا ما توقفنا عند العناوين الأبرز التي طرحت خلال الزيارتين، طبعا موضوع الشرق الأوسط، موضوع المنطقة موضوع أساسي، دور سوريا كدولة، لذلك الكلام ربما عن دور المحورين، دور في مكانه باعتراف روسيا الآن على الأقل من خلال زيارة الرئيس الروسي شخصيا. لكن عندما يحذر الرئيس الروسي من سوريا كما من تركيا على ما يبدو من النتائج الكارثية للتوترات الحاصلة في المنطقة إذا استمرت على هذا الصعيد، لمن يوجه هذه الرسالة برأيك؟ هل يوجهها فقط للدول المعنية أم حتى للدول التي تسعى، يعني كالولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية تسعى لإيجاد حل ما في المنطقة؟ أنا بداية أريد أن أوضح فكرة تحدث عنها الزملاء، أن روسيا الآن بقدومها إلى الشرق الأوسط تكرس أو تقبل بنتائج ما قامت به الدولتان ولا تصنع لهما دورا. يعني سوريا وتركيا حققا ما حققاه هذه الفترة بانتقال تركيا من الحليف الاستراتيجي لإسرائيل وأمريكا إلى موقع الوسيط، وسوريا بفك عزلتها وقبول جميع الأطراف الدوليين بأنها لها قيمة فعلية في قضايا الشرق الأوسط. إذن روسيا تدخل إلى الشرق الأوسط من بوابتين هما أصلا موجودتان، صنعا حالتهما ولا تصنع لهما دورا. نعم. ولكن أنا أريد أن أشير إلى ما قاله ميدفيديف حول دور أمريكي أكثر فعالية في هذه المنطقة وفي عملية السلام، لأقول أن روسيا تريد أن تدخل إلى الشرق الأوسط ولكنها لا تريد أن تثير الأمريكي أو تشعره بأنني في صدد أن أقوم بحرب باردة جديدة ولو أو أفكر بحرب باردة جديدة. وأما بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي طرحه الزميل، أنا أعتقد أن روسيا أيضا وخاصة الآن تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي، وهناك مذكرة رفعها لافروف إلى الرئيس الروسي ميدفيديف في شباط 2010 يقول فيها أنه يجب الاعتماد على الاتحاد الأوروبي وتعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي ويحدد مع من تكون الأولوية لنهضة روسيا من أزمتها الاقتصادية. لنهضة تركيا تقصدين؟ روسيا.